النجمة الجميلة اللي معايا دلوقتي الحقيقة تألقت في 2019 من خلال مسلسل مهم جدا هو ابن أصول. في 2020 إن شاء الله عندها مسلسل مهم جدا هتقول لنا عليه، بس بعد ما نقول لها ألف مليون مبروك على التكريم النهاردة. مرسي، ربنا يخليك. مرسي سوزان نجم الدين، نجمة دايما في تألق وفي نجومية متصاعدة عام بعد عام. 2020 شايفاها ازاي بقى ومشروعاتك الجميلة اللي فيها؟ يعني هاي السنة متفائلة، 2020 أكيد أكثر من 2019. 2019 كانت فنياً كويسة بس نواحي الإنسانية كانت صعبة شوي، فإن شاء الله تكون هاي السنة أحسن، وإن شاء الله تكون أحسن للناس كلها يعني، وإن شاء الله نقدر نقدم شيء متميز جداً فنياً إن شاء الله. عندك مسلسل سوري مش كده؟ لسه مصري. مصري؟ اسمه إيه بقى؟ لا مش هقول الاسم دلوقتي، كله في وقته حلو. شايفة الفن في 2020 بشكل عام، سينما وتلفزيون ومسرح، هيبقى عامل ازاي؟ معرفش، يا رب يكون احسن من السنة دي، يا رب ان شاء الله، يا رب بإذن الله. شخصية اللي بتتمني تعمليها؟ شخصيا بتمنى السلام والأمان لكل الناس.